مالكا، مدفع الجحيم الروسي، هو إرث سوفيتي قديم دخل الخدمة في العام 1969، وكان حينها يستخدم ذخائر من عيار 155 ملم، وبقي في الخدمة بتلك الصورة حتى انهيار الاتحاد السوفيتي في العام 1991، وخضع منذ ذلك الوقت حتى اليوم إلى عشرات التعديلات، وأصبح يستخدم ذخائر بعيار 203 ملم، يبلغ مداه 36 كيلومترا في الحالة العادية، و42 كيلومترا عند استخدام حشوات الدفع المخصصة للرمي البعيد، ويصل مدى قذائف صاروخية إلى 62 كيلومتر، ويحتاج إلى 16 فردا لتشغيله. وبالنسبة لهيكله فيبلغ طوله 10 أمتار، وبعرض 3.4 متر، وبارتفاع 2.6 متر.